تزوقيني يا ماما أوام يا ماما، ما تزوقيني يا ماما أوام يا ماما، ده عريسي هياخدني بالسلامة يا ماما. لا إله إلا الله، هو البيت كان ناقص عهد. آه الله، يا حاجة سنكافولا نسيتي المجلة بتاعتك. آه الورث اللي سابهولنا أجدادنا العظماء، مش أي لازمة، الوزة والبطة. شفتي اللي بيحصل لنا يا ماما ميمي؟ احنا اتبهدلنا قوي. انا شكلي بقى وحش قوي قدام سيف، يا ترى بيقول عليا ايه دلوقتي؟ ماما ميمي انا امبارح اتفضحت في النادي فضيحه بجماجم. بجلاجل. جلاجل؟ ايه جلاجل؟ وبعدين الجماجم بتخوف اكتر بكتير. قولي لي يا ماما ميمي، عايزه تسيبي شعرك كيرلي ناتشرال كده ولا اعمل لك بريد؟ لا اعملي لي بن. نيلي نيلي الحقي يا نيلي، انا لقيت رساله في المجله اللي سايبها لنا جده بيقول فيها هنوصل للفلوس ازاي. ايه يا حاج مالك؟ ايه حقيقي يا نيلي؟ حقيقي يا نيلي؟ خلاص يا ماما ميمي، هو انا خطفتك من هنا؟ خلاص يا ماما ميمي، خدي خدي خدي. ما تزعليش يا ماما ميمي، I'm very sorry. من فضلك اهدي بقى شويه عشان نفهم الموضوع ونروح بيتنا. وانتي بليز انجزي عشان هي مش هينفع تفضل كده كتير. طب اعمل لها ايه؟ ما هي اللي ما كانتش راضيه ولا تسيب المجله ولا تسيب رقبتي. ما تسيبي لها المجله يا شريهات، الست ما فيهاش نفس، لا يجرى لها حاجه يا حبيبتي ويحسبوها علينا بني ادمه ونخش فيها السجن. ابوس ايدك يا خالتي. اسيب لها المجله ازاي؟ بقول لك جدنا سايب لنا رساله بيقول لنا هنلاقي الثروه فين. انت هبله يا بنتي، ثروه ايه اللي هنلاقيها بعد كل السنين دي؟ هو انتوا مش قلتوا ان جده فلوسه اختفت وساب لكم المجله دي؟ ايوه. وعمو عبد الله قال ان اخر حاجه جده قالها قبل ما يموت ان الثروه في لغز ميكي. ايه اوكي، ومين بقى يا تيزا اللي كان بيألف الكلمات المتقاطعه دي؟ مش هو؟ انا بقى حليت الكلمات المتقاطعه دي وفهمت منها كده ان هو تقريبا سايب لنا فيها رساله. رساله ايه وثروه ايه اللي في الكلمات المتقطعه دي؟ اهو اسمعي عشان تصدقيني. الى من يقرأ الرساله؟ اذا اردت الوصول للثروة الحل لغز ميكي. ده كلام جنرال قوي، هو اصلا مش عارف هو بيكلم مين. طب هو كان عارف يعني مين اللي هيحل الكلمات المتقاطعة؟ بس انا مش فاهمة يعني ايه الحل للغز ميكي، مش المجلة كلها لغز ميكي؟ يا بت لغز ميكي يا بت اللي بيبقى في اول صفحة اهو. مش فاهمة برضو بيقول ايه يعني. وانا معرفش، انا كمان انتوا فاكرني يعني فكوكة قوي، ما انا بقالي ساعة مش فاهمة حاجة. ولو قعدتي ست سنين مش هتفهمي حاجة، ما تقولي لنا احنا يمكن نفهم. لا والله. طب اسمعي يا خالتي، اللغز بيتكلم عن سرقة خزنة في مكتب راجل اسمه الضمنهوري، والمحقق ميكي بيعرف اللي سرق من رقم الخزنة اللي لقاه في جيب الحرامي. حد فاهم حاجة؟ التشاش يعني. طب ما نفك ماما ميمي، هي تفهمنا يا اختي. نفكها نعمل بيها ايه؟ ما المجلة معاها بقالها سنين، لو كانت عرفت كانت حلتها، كان القرد نفع نفسه. القرد برضو وات ايفر. على فكره اللي بتتكلموا عنها دي جدتي، يعني لو ما احترمتوش نفسكم انا هسيبها عليكم. طب احنا نعمل ايه دلوقتي؟ ولا حاجه، احنا نروح لسي عبد الله يمكن يعرف يحلها. مع انك ست بيئه وويرد جدا بالنسبه لي وبكرهك، بس جود ايديا. من الهارت للهارت رسول يا حبيبتي، ثانك يو. نفك ماما ميمي بقى لو سمحت. لا استني قبل ما نفك ماما ميمي دي، بقول لك ايه يا حاجه،
انا هفكك، بس عارفه لو عضتيني. She's very innocent، حرام عليك. طيبة قوي ماما ميمي دي، طيبة. بصي بلسم والله العظيم، هي بس لو تبطل حركاتها دي الغريبة كده اللي هي بس عندك كده قاعدة. لا لا انت عايزة انا متشكره قوي يا سيف ان انت رضيت تيجي معانا المشوار ده. انا عارفه ان انا بتعبك معايا، بس ما كانش عندي حد غيرك اكلمه. كان نزومه ايه بس تتعبيه معانا؟ ما كنا خدنا ميكروباص. بليز بليز ما تجيبليش سيره الشيء ده تاني ايفر. ده كان اسوأ يوم في حياتي. انا مش هحكي لك كل اللي حصل، هقول لك موقف واحد بس صغير. كان في ست قاعده جنبي بترضع ابنها مش من الببرونه. طب وايه المشكله؟ ما عنديش مشكله بالهنا والشفا، بس ليه لما الطفل يخلص الرضع يشقطها كلها عليا؟ قشط اسمها الطفل قشط، انما يشقط دي هناك في عباس العقاد. يا جماعه انا كده كده ما عنديش اي حاجه، وبعدين يا نيل انت تأمري. طب بقول لك ايه يا برنس، هو الكاسيت مش شغال ولا ايه؟ شغال. طب ايه بيشغل، شرايط ولا اسطوانات؟ لا في يو اكس، خده وشغل اللي انت عايزه. لا لا مالناش في الاجنبي يا ابن عمي، شغل لنا كده حاجه شعبي جميله. اسمعي يا شوشو، اديني رمضان. اه حلو، واديني انا كمان رمضان. وحشتوني قوي قوي. انتوا عارفين من كتر قعدتي في السجن اكتشفت ان احنا قوتنا في لمتنا. انتوا وحشتوني قوي، انا كنت متاكد انكم مش هتغيبوا عني اكتر من كده، وانكم تيجوا تزوروني على طول. بس احنا عايزينك في موضوع تاني خالص. والله خير. احنا عرفنا ازاي هنوصل للثروه بتاعت جده. ثروه داد ازاي؟ هاو فاكر المجلة اللي سابها جده اللي ماما ميمي ماسكاها طول الوقت؟ ايوه مالها. لقينا فيها مسج من جده بيقول لنا ازاي هنوصل للفلوس. مسج في المجلة؟ ازاي؟ هاو؟ ما هو انا حليت الكلمات المتقاطعة ولقيت فيها رسالة بيقول فيها ان الثروة في لغز ميكي. حاولنا بقى نقرا اللغز وما فهمناش حاجة. ايوه هو اللغز بيبقى صعب شوية، بس انتوا فاتتكم حاجة، الحل بيبقى بالمقلوب دايما. ايوه ما احنا حلينا بالمقلوب وما فهمناش حاجة برضه. طب هو اللغز كان بيقول ايه بالظبط؟ ثانية واحدة. اتفضل. ايه ده؟ انتوا جبتوا المجله دي ازاي من ماما ميمي؟ ازاي هاو؟ ما هي خالتي حطت لها حبيتين اباتريل في الشاي كومها. اه مش ممكن بندو ده، انا متربي على بندو. سيبك من بندق وخليك مع ميكي، عرفت تحل اللغز؟ بصي هو المساله صعبه، بس يمكن. يمكن ايه؟ يمكن يقصد بمكتب الدمنهوري ده المرسم بتاعه. ايه علاقة الدمنهوري بمرسم جده؟ المرسم بتاع جده كان في عمارة اسمها عمارة الدمنهوري نسبة لصاحبها، حتى احنا كنا مسميين المرسم او المكتب يعني مكتب الدمنهوري. طيب يبقى الحل في المرسم ده، نوصل احنا للمرسم ده ازاي؟ المرسم ده في وسط البلد، بس مش هينفع تروحوا من غير بندق، لان بندق هو اللي معاه المفاتيح. مش وقت استظراف خالص يا عمو، انجز. بندق ايه؟ يا بنتي انا ما بهزرش، انا بتكلم جد. نيلي ما تشوفي بابي عشان بيهزر جامد. بابي لخص، مين بندق ده؟ بندق ده يبقى عم بنداري، وده المساعد بتاع جده وكاتب اسراره. الراجل ده هو اللي مربينا، جده ما كانش بياخده خطوه من غيره. بنداري يبقى بندق، وبندق يبقى هو بنداري. طيب احنا نوصل لبنداري ده ازاي بقى؟ بسيطه قوي، انا معايا عنوان. سبحان الله، يعني الحوار ده طلع بجد؟ شكله كده. يعني جدك كان يوصل حاجه باللغز عشان يلاقي الكنز. بعدين بقى يا سيف نتكلم في الموضوع ده. ميرسي قوي يا جماعه انكم جيتوا معانا. تحبوا بقى تنزلوا هنا ولا تنزلوا فين؟ ننزل ده ايه، احنا جايين معاكي عند عم بندق. جايين معانا ليه؟ عشان انا ليا في الفلوس زي ما انت ليكي فيها بالظبط. انت اكيد مش في وعيك بقى. ليه يا حبيبتي، هو مش جدي زي ما هو جدك؟ ايوه بس هو ساب لنا احنا المجله وساب لنا احنا الفلوس. بقول لك ايه يا بتنتي، الفلوس دي هتتقسم بالحق وشرع الله. هو لو كان عايز يسيب لكم فلوس كان يسيب لكم انتوا كمان مجله. انت شكلك نصابه يا بنت، انت وعايزه تاكلي حقي. حقك ايه يا متخلفه انت؟ حقي يا حبيبتي بالشرع والقانون. تعالي نطلع على الاسم واعرفك يعني ايه حقي. انت فكرني هفاية ولا ايه؟ ده انا اكلك صاحيه كده. لا انت شكلك بقى قالت لي انا وعايزه تتضرب. مين اللي قالت لي انا؟ لا لا انا ممكن اضربك. انا اللي ممكن اضربك. بس مش عارف اسوق، بتوتر وانا سايق. طب ما تجيب اسوق انا شويه يا اخي، ما تلمسنيش ومحدش يسوق عربيتي غيري. الجو ده خلاص يا جماعه، خلاص. انا اصلا دلوقتي بفكر مع نفسي موضوع اللغز والمجله وبندق وبنداري اي كلام فاكس يعني. صدقي فعلا فاكس،
ده حوار عبيط اساسا واحنا مش فاضيين للكلام ده. بالظبط. ها قولوا لي بقى، تحبوا تنزلوا هنا ولا تنزلوا فين؟ هنا فين يا ست الكل؟ هنا منطقه مقطوعه، ولا في اتوبيس ولا ميكروباص ولا توك توك حتى. هننزل هنا وناخد تاكسي عشان نطلع على مشوارنا احنا يا هاني. تاكسي يا بنت انت اتجننتي؟ بعدين مشوار ايه اصلا؟ مشوارنا يا هاني اللي في التحرير. طيب خليكم، انا كده كده هعدي على التحرير، ابقى انزلكم هناك بالمره. احنا مش رايحين التحرير يا سيف، احنا رايحين اكتوبر. اكتوبر يشمان؟ مش احنا قلنا هنعدي على شريف وسوء عشان نروح السينما؟ ايه ده، هو شريف رجع من البلد؟ الباشا من شويه قال ان هو رايح التحرير. مفيش مشاكل، روح التحرير ونزلنا مهمشه ناخد اي حاجه من هناك. هشهشت، احنا مش رايحين الاماكن دي. خلاص نزلنا المؤسسه وناخد ميكروباص وامرنا لله. انت ليه بتصعبها؟ امال هننزل هنا فين يعني؟ بقول لك ايه، نزلنا المؤسسه. يا اخي ما تلمسنيش، قلت لك. وبعدين انا ما عنديش مانع انزلك المؤسسه، لكن انزلك مؤسسه ايه؟ مؤسسه مصر الخير، مؤسسه الوفاء والامل، انا مش عارف. مؤسسه يا هاني، ما احنا هنركب تاكسي. قلنا اللي تاكسي هتدفع انت. هدفع يا معفن. يلا سلام عليكم. يلا استني، اديني المجله. الله، انت مش قلتي مش فارقه معاكي المجله؟ المجله بتاعت ماما ميمي اصلا. طيب ما احنا هنخلص على طول وهنيجي. مش انتوا لسه هتخشوا السينما؟ مش داخلين السينما؟ ايوه داخلين السينما. طب خلاص، يبقى سلام عليكم والنبي على جنب بقى يا عريس. شكرا. الله، سلام عليكم. كنا رحنا معاهم السيما. اسكت بقى، انا عمال اغمزك وانت مش فاهم حاجه. حدائق القبه يا اسطى. حدائق؟ انت مش رايح التحرير؟ هصاحبك بعدين، يلا اركب. يعني هو المرسم بتاع جدك ده هنلاقي فيه كنز؟ ما تبقاش اوفر يا سيف، كنز ايه دي؟ فلوس عادي. خلاص، اول ما الراجل يطلع نمسكه ونكتفه ونقوم ضاربينه واخدين الفلوس. لا، هناخد منه المفاتيح ونروح المرسم. اسكت بقى. اصل انا جاي عندي طاقه كده ومتحمس ان انا اكتف حد. طب خلينا نعرف ده البيت ولا لو سمحت. ده بيت عم سنجاري. سنجاري ايه؟ ده بيت عم رده مقفول، واحنا جايين قدوره. لو سمحت، ده بيت بنداري. عم بنداري ساكن في اول دور تحت. شكرا. ريحته قلب الدنيا يا عم سنجاري. هاي انكل بندق. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا بنتي. حضرتك مش هتعرفني، انا نيلي عبد الله مكاوي. اهلا نيلي، مش معقوله انت كبرتي قوي يا حبيبتي. اتفضلوا اتفضلوا يا ولاد. ولا يعني شكلنا جينا في وقت مش مناسب. اصل طالما الراجل شعره بقى رزي ولبس الروب ده، يعرف ان جوه في شقلباظات. ولا ليه؟ اتفضلوا، تعالوا يلا. ايه ده؟ هيخلينا نتفرج؟ شرفتونا. اتفضلوا. ازيك يا انكل عم بندق؟ لا ارجوكي ما تعليش صوتك، عشان هنا انا عايش لوحدي. مش قلت لك الراجل ده بتاع شقلباظات؟ والله انا كان نفسي ان انا اجي ازورك، خصوصا بعد اللي حصل لبابا ده، عشان كنت اطمن عليكي وعلى ماما ميمي وعلى شريان. بص بقى يا انكل عم بندق، انا مش عايزه اي بني ادم يعرف ان انا جيت لحضرتك هنا، بالذات اللي اسمها شريهان دي. خلاص يا بنتي، خلاص اعتبر سرك ده في بير. طب ده جدك الله يرحمه كان بيعتبرني انا بير اسراره، صندوق الاسود اللي بيتحط فيه كل الاسرار بتاعته. الحمد لله بعد ما مات مفيش سر منهم، لا طلع قبل ما يموت ولا بعد ما يموت. كويس قوي. طب يعني لا مؤاخذه، يعني ايه اللي فكركم بيا كده كلكم مره واحده؟ كلنا مين؟ هو انا اقصد يعني انت وخطيبي ده، صح؟ هو مش ده خطيبك؟ خطيبة طبعا. لا ده مش خطيبي خالص، ده واحد صاحبي عادي. بتقول كده عشان حسن. لو سمحت يا انكل عم بندق، انا كنت عايزه اطلب منك طلب. كنت عايزاك توديني المرسم بتاع جدو اللي في وسط البلد، نفتحه اخد منه حاجه بس ونقفله تاني ونكفي على الخبر. خبور بجور whatever. خلاص خبور وبور مجور، ايه اللي انت عاوزينه؟ وقت ما انت تكوني عاوزه تعملي كده قولي لي بس، وانا اجهز نفسي وافتح لك المرسم. عايزه كده دلوقتي حالا. دلوقتي ما ينفعش. مش هينفع ليا خلبوس. عم بندق حبيبي. يا عم بندق. عم بندق، هو الحمام شريهان؟ نيلي؟ عرفتي بقى ما ينفعش ليه؟ دي اخر حاجه كنت اتخيلها. شريهان وعم بندق. لا
احنا مش هنحبس بالشاي بقى ولا ايه؟ ايه ده؟ عايز تحبس كمان بالشاي انت هنا؟ انا دلوقتي بس عرفت اسمك يعني الدبدوب. ولا لم نفسك. انا لازم امشي من المكان القذر دوت. هو ازاي حضرتك ما تقوليش ان السحلابه دي موجوده هنا؟ لا 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 ما انت لازم تفهمي كويس قوي ان السحلابه دي قالت لي برضو ان انا ما اقولكيش ان هي هنا. السحلبه دي حبيبتي هي اللي تستحلب وتيجي تاخد الفلوس من ورانا. لا يا حبيبتي، السحلبه دي اللي موجوده من بدري عشان تاخد الفلوس من ورايا انا. احتمي نفسك يا بنت انت. سحلوبي، رد عليها. لمي نفسك يا بنت انت. الله 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 الله، في ايه ده؟ ازاي كلامها كده دبدوب؟ لمي نفسك يا دبدوب. طب عن اذنك كده يا سحلبه يا سحلبه يا سحلبه. الله 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 الله. طب اقول لك على حاجه، السحلبه دي تبقى امي. ايه؟ عم بندق، عم بندق، حرام عليكي والله، الراجل هيموت، انت السبب. وانا مالي؟ هو انا اللي كنت بضحته بالزهريه؟ ما تقوليليش كده في وشي، قولي فيز، قولي فازه حتى، انما ما تقوليش انا كده في وشي زهريه. برضك انت اللي بضحتيه بالفيز. انا كنت عايزه اخبطك انت، بس انت اللي مشيتي، ما كنتش عارفه اصلا، كده كده ما كنتش عارف اخبطك بالقوقعه اللي على دماغك دي. قوقعه دبوني. بس بقى انت وهي، خلونا نشوف الراجل ده ايه اللي حصل له. عم بندق، عم بندق، الراجل بيصوصو يا جماعه. طب صوصو له في ودنه يمكن ينطق. شيو 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 شيو. انت ايه اللي جابك هنا؟ جاي معايا حبيبتي عشان ناخد فلوس جدي اللي هي حقي ونصيبي. برضه هتقول لي فلوس جدي؟ بصي يا حبيبتي، عشان نجيب من الاخر كده، انا ليا في الفلوس دي زيك بالظبط، برضاكي او غصب عنك، والمجله معايا. عايزه تكملي معايا في الحوار اهلا وسهلا، مش عايزه انت حر. ايه كده يعني؟ اوكي. بسم الله بسم الله. الحمد لله بيفوق اهو يا جماعه. بس 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 بس، كلب وراح، كلب وراح. خير الله خير الله. جبت العيش اللي لازم احطه في الثلاجه عشان انت شايف. جبنا العيش وحطيناه في الثلاجه. الحمد لله. انت مين؟ انا العيش الملدي. وانا التلاجة. لا لو سمحت يا عم بندق، مش وقت فقدان ذاكرة خالص، عايزين نروح نشوف الفلوس. انت مين؟ انا نيلي عبد الله مكاوي. نيلي نيلي، والله كبرت يا نيلي. ايه يا عم بندق، في ايه؟ مش ممكن مش ممكن مش ممكن، كل حاجه زي ما هي. انا ما جيتش هنا بقالي 15 سنه، لكن كل حاجه زي ما هي. المحلات، المحلات اللي بره، والمعنويين بتاعه النور، حتى حتى الخشب ده كله كله. يا ربي ما فيش حاجه بتتغير ابدا، كل حاجه كده، والعواميد والابوه دي، وكله كله كله. يا على الدنيا يا ايه ده؟ حتى عم عبده من 15 سنة دي قعدته كوباية الشاي والبتاع، يمكن بس غير الجلابية، لكن ازيك يا عم عبده؟ ازيك يا عم عبده، اخبارك ايه؟ مش فاكرني يا راجل، الذاكرة بقى انت عارفين. 15 سنة يا سلام. فاكر يا عم عبده الذكريات الحلوة لما كنت بتجيب لي طبق الفول أبو طحينة وزيت الحر؟ ها؟ فاكر؟ يا ده ساعتها كان اخر طبق يعني ما حسبتكش عليه. ازيك يا عم عبده، وحشني قوي 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 قوي. بس على فكره يعني انا مش عم عبده. هي دي مش عمارة الدمنهوري؟ لا دي مش عمارة الدمنهوري، عمارة الدمنهوري هناك، اللي هناك دي. طيب هات ال. طب وانت ليه مقعدك هنا يا عم عبده؟ برضه هتقول لي يا عم عبدو؟ انا ما اسميش عم عبدو. اهدى بس، انت بتنكر نفسك ليه يا عم عبدو؟ برضه هيقول لي عم عبدو، ما تعصبنيش وتضايقني. خلاص خلاص خلاص، يلا بينا يا عم بندق. يلا يلا يلا. سوري يا عم عبدو. برضه عم عبدو. بس بس في ايه؟ في ايه؟ انت كذاب كذب. انا؟ لا عم عبدو. تعالوا خشوا ما تخافوش. انا مش شايفه حاجه، هو النور مقطوع ولا ايه؟ ثانية واحدة هشد السكينة كله هيولع. اوكي. عنكبوت. المكان الغريب ده ناسك خيوطه ومش موجود. سيف ممكن تيجي جنبي هنا؟ ممكن يهاجمنا في أي لحظة. بس بقى انت
طربوش اللبس طربوش. ايه ده؟ ما تمسكش ما تمسكش تراب. هو جدك كان بيطبع منشورات؟ ايه ده؟ ايه البتاع ده؟ ميكي ماوس. مين ميكي ماوس ده؟ هو جده غبي. يا الناس دي مقتوله طبعا بجد. بس ما تخافوش. ما تخافوش، انا حبيت اهزر معاكم باخدكم. وده هزار ده؟ اصلا انا هايف. تعالوا تعالوا خشوا 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 جوه. تعالوا ده رخم وهايف، راجل كبير وهايف. تعالوا تعالوا ما تخافوش، انا هولع السكينه. السكينه؟ انا خايف منك انت. ولا هاني البتاع ده غريب قوي. ده ميكي. مين ميكي بقى اللي انتوا بتقولوا عليه؟ ايه واو، مش قادرة أصدق إن أنا في المكان اللي اترسم فيه أعداد ميكي يجيبوا لغز ميكي. أنا مش قادرة أصدق كمية التراب اللي أنا واقفة فيها. هو إحنا جايين نسكن هنا؟ إحنا جايين ندور على الفلوس. شوشو شوشو إيه؟ إيه؟ هقعد. استني يا مال، المكان كله تراب. القرف ده يا حرف. تعمل إيه؟ تعمل إيه أنت؟ اقعد يا شوشو اقعدي. طب إحنا جينا المفروض ندور على إيه بقى؟ ما إحنا زينا زيك أهو، مش فاهمين حاجة. بس ادينا بنفكر. بس اللغز بيقول ان الخزنه بتاعت الدمنهوري اتسرقت. تفتكروا في خزنه بقى هنا؟ انا ما اعتقدش ان يكون في خزنه هنا. لو في خزنه تبقى في اوضه مكتب. ولو موجوده هتبقى اتسرقت. طب ما تيجوا نشوف الاوضه دي يا جماعه، ممكن تكون اوضه المكتب. تعال. بقولك يا سيف، ايه؟ خش دور على الخزنه هنا وانا هدور هنا. متربه قوي. مفيش حاجة هنا. مفيش حاجة هنا برضو. ما تحاولش. مفيش. ايه يا ايه؟ اعمل لك كوباية شاي عشان تستحملوا بيها التراب ده؟ شكرا عم بندو، مش عايزين شاي، لانك لو عملت لنا شاي هتخطب وتيجي تخضنا تاني. فشكرا، مش عايزين حاجة، خليك واقف هنا. خلاص انا اسف جدا. عم بندو يا لذيذ انت، في خزنة في المكان اللي احنا فيه ده؟ أكيد لا. أكيد لا، ولا تعمل زي عم عبدو البواب. لا 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 لا، أكيد لا. أصلي أنا بصراحة اللي فارش المكان ده حتة حتة مع جده، ولو كان جده جاب خزنة كان قال لي. أصل هو ما بيخبيش عليا حاجة أبدا خالص، جده بيحبني. أنت بتحب المكان ده؟ جدا جدا. طب ما تنضفه. بيجي لي حساسية. وبعد كده أقول لكم ولا حاجة، بصراحة أنا ليا ذكريات جميلة جدا جدا. تعرفي اللوحة دي؟ مالا؟ أنا اللي بعلقها. جبت مسمار 10 سنتي صلب، حطيته، رحت ماسك الدبشة قد كده، رحت عامل كده أهو. جاي تنزل طبعًا، أم جه على صباعك ما جاش في المسمار. لا، جه في المسمار وعلقت اللوحة. أما أنت قاعد تعمل لي كده ليه؟ فكرتك هتقول كده. بحب السسبنس يا ولاد، أصل أنا هايف. استنوا يا جماعة، اللوحة دي هي اللي موجودة في المجلة. وبعدين هنعمل ايه يعني باللوحة؟ ممكن تبقى الخزنة وراها. ايه يا حبيبتي الافلام اللي انت عايشة فيها دي؟ وبعدين انت مش سامعة دلوقتي عم بندق بيقولك هو اللي معلقها بنفسه، حتى جاب الطوبة والمسمار 10 سنتي سولت وراح عامله كده، وعمل الطوبة جامد كده تش ما خبطتش في صباعه، راح لا حطها عادي ايه ده؟ الخزنة دي ليها رقم سري؟ اكيد طبعا. انت كمان هتعمل نفسك عارف ان في رقم سري؟ لا انا بقول اكيد ليها رقم سري، بس ما قلتش ايه هو الرقم السري. طبعا عشان ما تكذبش. وسعي كده. تاريخ ميلاد جده كام؟ 30/10/84. تعرف منين انت؟
ايه اللي اعرف منين؟ اي عيل صغير عارف تاريخ ميلاد جده، ده هداف الاهلي وافريقيا يا بنتي. انا مش بتكلم على جده ده، انا بتكلم على جدنا احنا. 22/10/1932 يعني 19. معلش، الاثنين قبل التلاتة ولا التلاتة قبل الاثنين؟ معروفة ان التلاتة اكبر بالاثنين. انتوا بتقولوا 32 فانا بتلخبط. ما خلصنا البابل. ما بتفتحش. طب جربي كده تاريخ ميلادي. تاريخ ميلادك انت هيفتح الخزنة ليه؟ عادي يعني، ما هو بيفتح الايميل بتاعي. الباسورد بتاع الاي تي ام بتاع جدو كام؟ يعني ايه الاي تي ام دي؟ الاي تي ام اللي هو الرقم القومي. يا ابني رقم قومي ايه؟ هو كان لحق الرقم القومي. الاي تي ام دي البطاقه القديمه، عشان كده اسمها الاي تي ام، اللي هي دلوقتي بيسموها الاي تي، مش لما تيجي تخش مكان يقول لك لو سمحت هات الاي تي بتاعك. صح، هو ده. انتوا متخلفين؟ ايه اللي بتقولوه ده؟ ده تخلف. هو المكان ده بيخلينا نفكر بشكل متخلف؟ نفكر بشكل علمي شويه. احنا ممكن نشوف رقم العدد بتاع المجله اللي معاكي ده. يعني ايه رقم العدد؟ فين ده؟ رقم العدد اللي موجود على المجله من بره. اوكي. ساي انا بس بعد اذنكم ممكن بعد اذنكم اتفضل. ها؟ ايه ده؟